السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء في الجزء الثاني من المحاضرة السادسة. هنتكلم على الموبل نتورك. طيب، الميزة في حضرتك مميزات كتير في فكرة الكونكتيفيتي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، سواء بقى لل 5G او باستخدام اي 2 او اي واي من الكونكشنز وعلاقتها بالاي او تي. يمكن تناقشنا في الموضوع ده باستفاضه قبل كده في محاضرات سابقه، وشرحنا الطرق وشرحنا الفروقات اللي ما بينها وخلافه من المنظور ده من الرؤيه. ولكن برضو ده بيفتح لنا نيو ريسكس نيو تشالنجز ونيو كونسيدريشنز لازم نتكلم فيها. طيب، ما هو المقصود بكلمه موبايل نتورك؟ هل هو الشكل التقليدي او المعهود اللي احنا دائما بنشوفه؟ هل هو الفكرة بتاعته ان ده بتاع الموبايل؟ لا، عشان المفهوم ده خاطئ عند البعض. فكرة حضرتك الموبايل نتورك دي communication network that span over a large area wireless connecting many people believe that when you say mobile network you are referring to wireless network. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. ده لي سيستم وده لي سيستم. الموبل نتورك والوايرلس نتورك حاجتين مختلفين. هو انا كاتب لك اصلا بقول لك الموبل نتورك والوايرلس نتورك two different types of network. الموبل نتورك بتستعمل عشان تكوميونيكيتي نتورك ذات سبريد اوت اوفر ان انيميس لاند اريا اراوند ذا وورلد كونتينيوتي كونكت انا اسف وايرلسلي by transceivers at fixed locations that are known as cell sites or base stations. فكرة الموبل نتورك اللي هي انا عندي receiver متساوي في مكان معين او انتنة متساوي في مكان معين في البلد او في المكان ده، بسبب نسميها بقى city sites او base stations، هي دي حضرتك اللي بيحصل معاها connection. فدي الفكرة او ده تبقى في النقطة دي. إيه بقى نلاحظ إن الترانسيفز ده الترانسيفرز كونكشنز وايرلسلي بيزد أون أولد برنسبل أوف راديو سيجنالز. أصلاً فكرة الموبل نتورك قائمة على فكرة راديو سيجنالز. راديو سيجنالز إحنا عارفين كلنا إن هي إلكترومغنيتيك ويف راديشن، سواء بقى كان فيها لايت سواء كان فيها انترفيرد ويفز وخلافه. السيجنالز دي considered to travel waves in that they have a frequency wavelength. والويبلنس برضو كانت سكيلة سريعة، هي measures in the distance between the peaks of a sequential waves. ده بس انا مفكرك تفكيرة كده سريعة بفكرة الموبل نتورك. احنا قلنا ان هو completely different. حضرتك الموبل نتورك is described as a physical device that can be taken anywhere. معايا physical device اقدر اتحرك بيه في اي مكان. It consumes of a battery that provide power and must have some type of mobile network connectivity in order for the device to operate in order to send and receive data without having to attach the device to a hardware base. فكرة كلها حضرتك معاك device، الديفايس ده قادر انه يترانسميت ويستقبل بيانات، وانا وصفه في هذا الجهاز انه جواه battery بتديله الباور، ولازم يكون بيدعم طريقه من طرق الموبل نتورك. اما الوايرلس نتورك فلا. Does not indicate a physical device. Wireless mean having access to a wireless network such as اللان اللي هي الخاصه بالوايرلس اللي هي بيسموها دبليو لان حاليا. الوايرلس توك اريا نتورك او الوان الوايت اريا نتورك او ال 4G 3G سيلر نتوركس. You take that used to connect through a router and a cable and make the connection wireless. Those type of networks still require some type of physical hardware within close proximity to having a physical connection to a power supply and a router or network node in order to communicate. فكرة كلها النقيض الناحية التانية، حضرتك الموضوع ان هو مش physical device، حضرتك ان هو بتتصل wireless، حضرتك بنسبة كبيرة بتحتاج باور سبلاي او باور جنريتور، اصلا حاجه بتدي طاقه مش باتري وبس هي هتنفذ وهتتشحن تاني، لا
او بنتكلم على الباور سبلاي وصل دريب الكهرباء، الموضوع بيكون محدود طبعا في المساحه بتاعته. و بنسبه كبيره جدا الفكره كلها انها احيانا بتحتاج راوتر او بتحتاج ريسيفر يستقبل اتصال. فكره الوايرلس نتورك بيبروفايد فيكسد بورتبل اند بوينت تو جين اكسس تو ا ديستريبيوتد نتورك. في الوايرلس نتورك زي ما حضرتك شايف في الصوره، انا بحتاج حاجه ثابته قدامي انا بكونكت بيها وهي بتكونكت باللي زيها زي ما هو كده بالظبط. انا عملت كونكت بالبورد وهو بقى يكونكت باللي زيه مع بعضهم. بيقول لك ان open network on the other hand provide access to distributed network through a portable device that allows you to travel anywhere as long as there is coverage. النقيض الناحيه الثانيه ان لا انا هو بقى اقدر ان انا يحصل كونكشن وانا في اي مكان او حتى وانا مسافر وان هو موبل ديفايس معايا. ماشي اوكي، احنا ممكن نكون قريبين من مين بكل اللي انت قلته ده. احنا عايزين نفهم ايه علاقه السكيورتي في الجزئيه دي. فانا حضرتك تعالى ناخدها ستيب باي ستيب. مبدئيا فكره الموبل نتورك الريسبونس حاجتين هنا اهو. اولا ان السيم كارد ممكن تتسرق. خلي بالك ان انا لو السيم كارد اتسرقت اقدر اعرف منها حاجات كتير ومنها حاجات مهمه. سيان طبعا ارقام التليفونات والمكالمات اللي انت بتعملها والبيانات اللي متسجله بيها الخط. لا وكمان اقدر ان انا ارجع منها اي باسورد انت عامل انت تتبعنا عامل رقم التليفون عشان ارجع الباسوردات. ايه كمان؟ الكاش. في الصين شريحه التليفون دي بتشيل الكاش براوزنج، يعني اقدر اعرف كنت بتبراوز ايه بالظبط. تمام؟ وكمان اقدر ان انا اعمل الترانزاكشن البنكيه، اعمل حضرتك سبوفنج وخلي حضرتك تخش على لينك معين وتعمل ترانزاكشن بنكيه والرساله توصل لي لو الكريدت كارد ده كان متوصل بالايه؟ بالسيم كارد او متوصل برقم التليفون ده. حضرتك كمان امبلويز لازم ينستول بوليسي خاصه بالسيم كارد بتاعتهم. تمام؟ ايه كمان؟ الليك اوف ديفايس اند سكيورتي فيزابيلتي. مشكله ان هم التراديشنال سكيورتي برودكتس احنا متعرفين عليها دونت نو ويتش سيلر يوزر اكويبمنت. انت بتستخدم ايه بالظبط كسيلر؟ في نفس الوقت ده بيحط ريسك. ليه؟ لان انا ببقى التراديشنال اي تي سكيورتي برودكتس مش فاميليار مع حاجه اسمها الانترناشونال موبايل اكويبمنت ايدنتيفاي او ايدنتيتي اللي هي الاي ام اي اي، او في حاجه تانية شبهها اسمها الانترناشونال موبايل سبسكرايب ايدنتيتي اللي هي الاي ام اس اي. ودولت الاثنين دولت ليهم علاقه بالسيلر نتورك او الموبل نتورك. هي اساسا اوريدي الانظمه اللي احنا متعودين عليها تراديشنال اي تي سكيورتي ملهاش اتصال مع حاجه زي كده. فهنا هو في لاج، والانظمه دي انت كده لا انت عارف انا بستخدم ايه ولا انا شايفك، لا انت شايفني ولا انا شايفك بمعنى ادق. فاوريدي في لاج هنا في السكيورتي، مش قادر احدد انت بتستخدم ايه ومش قادر انفذ السكيورتي بوليسي بتاعتي عليه. ده حاجه تانية الكلام. ايه كمان؟ انا حضرتك ان كمان الكوميونيكيشن تكنولوجيز اللي هي السي تي سوليوشن ار جنريتد باد ات ايدنتيفاي ثريتس. حتى لما حبوا يستخدموا حاجه اسمها السي تي نتوركس برضه لقوا ان هي مش قويه بما فيه الكفايه عشان تايدنتيفاي لو في اي خطر او في اي اتاك بيحصل او لا. مكان بروح حضرتك ايه؟ hard to manage security policy. حضرتك الفكره ان انا عندي الاي بي ادرس بتاع يو اليو اي اللي موجود في البرايفت موبايل نتورك عند حضرتك بيتغير، وتبعيه في السكيورتي مانجمنت ما اقدرش ان انا احطها لان ما بقاش في عندي اي بي ادرس اقدر ابني عليه السكيورتي بوليسي دي. دي برضه بالنسبه لي مشكله. ايه كمان؟ الكرنت اسيتس نيد تو بي protected. زي لما اتكلمنا في الجزء الاول عن edge computing applications ما بقاش ينفع ان استخدم حاجات زي الميشن ريكوجنيشن لان الميكسد رياليتي والاوتوماتيك اللي هي اوتوماتيك اوبتيكال انسبكتيشن هي الاي او اي. الكلام ده بعد حضرتك يبقى عندك مالتي تاسك برضه الام اي سي سيستم زي المالتي تاسك ايدج كومبيوتنج اللي اتكلمنا عليها قبل كده. الكلام ده كله ار جنرالي كلوز سيستمز اصلا، فده بقى صعب جدا ان انا انستول اي اكزيستنت سكيورتي برودكت على حاجه اوريدي هي كلوزد.
وتتعامل كمان مع فيلنبيلتي موجوده في السيستم. يعني انت حضرتك عايز تحط سكيورتي برودكت يعمل سكان لحاجه اوريدي كلوزد سيستم يشوف لو فيها فيلنبيلتي، ولو فيها فيلنبيلتي يتعامل معاها. الكلام ده صعب جدا. فخلي بالك حضرتك ان كمان اليو ايز الموجوده عندك في البرايفت موبايل نتورك may have difficult maintaining the most up to date patches. اصلا اليو اي الموجوده عندك في البرايفت موبايل نتورك بتاعتك فيها اوريدي مشكله، مش هتستقبل اي باتشات تقفل فيلنبيلتي جديده، وده ممكن يخلي فيه فيلنبيلتي ايه تو ثريتس. ايه كمان الكويك ريسبوند نيد. حضرتك برضو انت في عندك احتياج ان والله يكون في سيستم قاعد بيمونيتور، قاعد بيديتكت لو في اي انومينال ديتكشن حصل، ده لا ده في مشكله او في حاجه، يبدا ان هو ياخد الاكشن عشان خاطر يسكيور. لا الكلام ده كله بياخد وقت، لان انا بالنسبه لي السيستم بتاعك مغلق انا مش شايفه. الليك اوف اكسبرتيز في مجال السي تي والاي تي انتجريشن. انت الكونكشن ما بين الحاجتين دولت بيها تشالنج وين مانج برايفت موبايل نتورك سكيورتي اكروس تو هوموجينيوس بلاتفورمز. بيتكلم على فكره الموبايل اي او تي ديفايس سكيورتي. بنقول ان الموبايل ديفايس سكيورتي ريفير تو ذا ميجرز designed to protect sensitive information stored it on and transmitted by an IoT device. تمام؟ طبعا احنا خلاص فهمنا النقطة دي. بيقول لك كمان ان هي at the root of mobile device security is the goal keeping unauthorized users for accessing the enterprise network. ده الهدف بتاعي. فبدل ان هم يعملوا ايه انظمة الموبايل IoT device security اللي تقدر تتملك فكرة الريجليتوري كومبلينس السكيورتي بوليسي انهانسمنت سبورت للبيد. البيد ده مصطلح معناها برينج اون ديفايس، ان حضرتك تبقى معاك الاجهزه الوايرلس الخاصه بيك زي التابلت الموبل مثلا لو حضرتك مثلا معاك الفليدد فونز وخلافه. كمان بدا يكون في دعم لفكره الريموت كنترول اوف ديفايس ابديت. كمان بدا يكون في دعم فكره الابلكيشن كنترول والاوتوميتد ديفايس ريجستريشن والداتا باك اب. Above all, in mobile device security to protect an enterprise from unknown or malicious outsiders being able to access sensitive company data. فعشان كده الفكر بتاع الموبل IoT device security بدأ يجي في حاجات احنا يمكن نكون اعتدنا اوريدي على مشاهدتها وعارفينها بطبيعة الحال، ولكن هي ستيل برضو بدأ الحاجات دي تكون موجودة عندي. زي ايه؟ اول حاجه طبعا فكره الباسورد بروتكشن. لازم حضرتك بتحط باسورد على الاي او تي ديفايسز اللي هي سنسيتيف، ولازم طبعا يتبع لفكره قوانين وضع الباسورد. ما ينفعش يكون نفس الباسورد لكل المستخدمين، ما ينفعش يكون نفس الباسورد لكل اجهزه الاي او تي وخلافه. النقطه بتاعت الباسورد بروتكشن عامه كده كده دلوقتي ثلاث ارباع الاجهزه اللي خاصه بالاي او تي بتدعم ان يتحط عليها باسورد، فاكيد احنا يعني الديزاينرز ما عملوش حاجه زي كده عشان خاطر تبقى محطوطه بس يعني للمشاهده. لا خالص، هو عارف ان هو عنده مشكله في الجهاز فبيحاول يحط سكيورتي كريدنشلز على الجهاز تضمن بقاء الجهاز ده unhacked. ايه كمان؟ establish and share and enforce clear policy and process. الفكره عليه دلوقتي ان هم بداوا يحاولوا يحطوا policy تضمن ان ما يحصلش اي عمليه اختراق او اي انومال ديتكت على السيستم عندك. ودي بتشمل ايه؟ بعض الرولز زي انت ايه الجهاز وايه السنسور انت ممكن تستخدمه وايه اللي ما ينفعش تستخدمه. يعني في سنسورز ممنوع تستخدمها ليه؟ بتعمل مشكله او فيها ويكنسز وخلافه. ايه كمان؟ الاوبريتنج سيستم ليفل بتاعك شكله عامل ازاي؟ الكمباني تقدر انها تاكسس البيرسونال انفورميشن بتاعتك لو انت مثلا شاري ساعه من مكان معين من شركه معينه، هل هي لها الحق انها تاكسس على البيانات بتاعتك او لا؟ ده برضه ولا يتحط في الحسبان. هل يا ترى الجهاز اللي انت شاريه بتاع الاي او تي ده يقدر ان هو يديليت او يمانج كل الفايلات اللي موجوده على الجهاز اللي هو متصل بيه؟ عشان دي كارثه. وهو اكشلي في صدمه ان في اجهزة الاي او تي كتير بتبدا تعمل الحركه دي ان هي تمانج او تديليت او تتعامل مع الاجهزه اللي موجوده في الكونكتد ديفايسز. فدي برضه بالنسبه لنا مشكله. ايه كمان؟ ان يحصل ابديت للباسوردز، مش بس انك تحط باسورد، لا وكمان انك تعمل ابديت. لان الباسورد المفروض ان من ضمن قوانينه ان حد تعمل ابديت للباسوردات بتاعتك كل 3 شهور ده بحد ماكسيموم.
يعني ما كانش كل شهرين عشان تفضل في السيف سايد اصلا. البيومتريكس طبعا، فكره البيومتريكس دلوقتي متنفذه تقريبا في كل الاجهزه مش بس في اجهزه الاي او تي، اللي هي الفكره اللي بتتكلم عن البصمه او بصمه الوجه وبصمه العين، اللي دلوقتي موجوده دلوقتي تقريبا في كل التليفونات الاكزوتر، اللي هي التليفونات اللي هي زي النوت 20 او وات ايفر الايفون وخلافه، اللي هم المستحدثين من الاجهزه، فيهم كمان بصمه العين، فيهم كمان بصمه الشفهيه. حضرتك الحاجات دي بتضمن، هي مش بتضمن يعني، هي صعب تقليدها، صعب ان انا بقول لك ان انا انت مش النظام مش بالسهوله دي. وخلي حضرتك ان كان زمان ممكن يحصل تحايل على الحاجات دي، ولكن دلوقتي بقى التحايل مش زي ما انت متخيل، مش بالصوره القديمه، لا دلوقتي السيستمز بقت احدث وبقت اذكى وبقى فيها فيتشرز اعلى، فبدا اوريدي يحصل الايه الابديت ان ما يحصلش عليها تحايل بالاسلوب ده. ايه كمان؟ افايل بابليك واي فاي. حضرتك إيه اكن من الناس تروح تقعد في اي مكان يقول لك يا ده الكافيه ده الواي فاي بتاعه ليز لاين، ده حاجه كده وهميه، ويروح عامل كونكت عليه. انت عارف مين كل الناس معاك على الواي فاي؟ هل انت عارف مين الادمن اللي على الواي فاي ده اصلا؟ هل انت عارف ايه البوليس اللي عليه؟ هل انت عارف فيه فيلنربيلتي ولا لا؟ هل انت عارف هو في الزيرو دي اتاك زون ولا لا؟ مش عارف حاجه خالص. انت بتكونكت ولا بتطلب من الشخص ما والله الباسورد، يديك الباسورد حضرتك تروح عامل كونكت، مش متخيل ان اوريدي ممكن يحصل لك كارثه كبيره جدا بسبب الكونكشن ده. وده بالفعل حصل، عملوا قبل كده احصائيه للمشاكل اللي بتنتج من البابليك واي فاي، ووجدوا انه رقم واحد حضرتك في ماكدونالدز تم سرقه احد الاشخاص اللي كونكتد بالواي فاي خاص بماكدونالدز عن طريق هاكر كان موجود اوريدي في المكان. يعني بقت في، انت خلي بالك لما بتتصل انت وشخص تاني معاك على نفس الراوتر بيحصل انكم بتكلموا بعض كانكم بتكلموا بعض دايركت. فحرفيا الراوتر بيقلب سويتش. ده الفكره، ده الناس مش مدركاه. فحضرتك ده يعني انت مش متخيل انت لما بتكونكت على بابليك واي فاي، وده غير كمان لو انت في باينابل واي فاي. يمكن ده اتكلمت عنه قبل كده، ولكن الباينابل واي فاي ده فكرته بكل بساطه هو جهاز واي فاي بيقدر يكابير نفس السيتنجز، نفس الباسورد واليوزر نيم بتوع جهازك وانس ان هو لقطه. طب وبعدين استفدت انا ايه؟ يعمل ايه بقى حضرتك؟ انت جهاز حضرتك بطبيعه الحال بيشوف الاعلى سيجنال ويتصل بيه، فيبدا يبعت لجهازك رسائل ان هو الاعلى سيجنال. طبعا ده حاجه ليها علاقه بالنتورك، لكن انا بحاول ابسطها. فانت تتصل بايه؟ بالباينابل واي فاي، وانت غير مدرك ان الباينابل واي فاي ده كراسه محققه، لانه بيسمع للهاكر ان هو ياخد دايركت اكسس على الجهاز بتاعك. وحتى لو الهاكر معهوش باينابل واي فاي اوريدي كان في اسلوب تاني كنا بنعمله، ان احنا بنروح نعمل نجيب راوتر عادي ونخلاه بنفس الاسم بنفس الاعدادات بشكل مانيوال ونستخدمه كانه باينابل واي فاي برضه. فتيك كير من النقطه دي حضرتك. ايه كمان؟ البيور اوف ابلكيشنز. بيور انت ايه الابلكيشنز اللي عندك على الجهاز؟ ايه صلاحياتها؟ يعني انا في حاجه مستغربها جدا وبلاقي ناس موافقه اوريدي عليها عادي، انه يروح ينزل ابلكيشن ويفاجئ ان الابلكيشن مثلا نزل ابلكيشن للتصوير واخد اكسس على ارقام التليفونات والرسائل وانت اكسبت ليه؟ وبعدين هو ليه اصلا بياخد اكسس على ارقام التليفونات والرسائل؟ علاقتها بالصور؟ وطبعا هو بيبقى المفروض حاطط بوليسي تخصه حضرتك، اكم يعني من ملايين الناس ما بتقراش البوليسي وبتاكسبت وانت مش عارف ايه الجهاز او ايه الحاجه انت متصل بيها او ايه الابلكيشن ده اصلا. زي برضو لما ظهرت كده في فتره من الفترات الواتساب بيزنس او الواتساب كول، الناس كانت بتستخدمه بشغف لان هو كان بيديك فيتشرز حلوه جدا، وانت مش قادر تفهم ان ده مش واتساب الحقيقي. يعني مش مين سيرفر للواتساب انت كونكت وخلاص،
لا طبعا ده كارثة. غير كده الموبايل اي او تي ديفايس انكريبشنز. طيب الفيتشر دي حتى هذه اللحظة ستيل مش موجودة بشكل عام، يعني هو موجودة في بعض اجهزة الاي او تي اللي هي مش اجهزة اللي هي طبعا اندستريال، مش الاجهزة اللي هي بتاعت الكاستمرز من الاخر كده. ليه؟ انت عشان تعمل انكريبشن بالاسلوب المطلوب عشان ما يحصلش عليه كراك، فانت بتحتاج قوة بروسيسنج عالية، وده مش متواجد اوريدي مع الاجهزة اللي مع حضرتك، فعشان كده هي ستيل مش متاحة بالنسبة لك شريطة تعمل حاجة زي كده. هذه اول نقطة. تاني نقطة، في اجهزة IoT كتير جدا بتعتمد على السرعة، الريل تايم داتا، زي مثلا اجهزة الفاير فايت ناسف دي بتعتمد على التايمنج. فلو انا هتعامل معاها بلغه انكريبت، فانت عايز لغه انكريبت يعني سريعه لدرجه ان هي تبقى بتنكريبت من التايم، فحضرتك ده مش بالسهوله دي، لان هي لو بتنكريبت بسرعه فالالجوز مش عملاق، فبالتبعيه برضو ممكن يكون في ليك للسكيورتي باور، ممكن يحصل كراك. فلسه النقطه دي فيها ديبيت، ولسه ستيل ان كلير قوي هل حاجه زي كده هيبقى سهل تنفيذها ولا لا. هي دلوقتي منفذه في اجهزه اوريدي هي عملاقه، واوريدي اجهزه قويه، لسه مش منفذه في اجهزه ثانيه، فستيل الموضوع فيه ديبيت ولم ينتهى بعد منه. طيب بنتكلم عن بعض سكيورتي سوليوشنز زي الانتربرايز موبايل مانجمنت بلاتفورم. ده حاجات مانجمنت بلاتفورم بداوا يعملوها عشان يقدر يمانج السكيورتي الخاصه بالاي او تي انتربرايز ديفايسز المتواجده، عن طريق ان هو بيعمل ريل تايم انسايتس، بيقدر ياخد احصائيات لحظيه ويكابتشر لو في اي بوتنشال ثريتس ويتعامل معاها. وطبعا حاجه برضه من الحاجات المشهوره جدا الايميل سكيورتي، وطبعا الايميل سكيورتي معروفه جدا واوريدي حاجات كل بروتوكول خاص بالايميلات للسيستم السكيورتي الخاص بيه. تقريبا مفيش شركه دلوقتي ملهاش الايميل سيرفر الخاص بيها وحط اي سكيورتي بوليسي معينه، طبعا الموضوع اند تو اند انكريبت، فبيبقى سهل عمليه السكيورتي. الاند بوينت بروتكشن، الابروتش هو ان انا عايز ابروتكت انتربرايز نتورك ريموتلي اكسس باي البوبل ديفايسز ان يحصل اند بوينت سكيورتي عندها. يعني ايه؟ هنعتبر مثلا يعني ان حضرتك بتكونكت بواي فاي في بنك، فده انتربرايز نتورك، فاحنا حضرتك بتبدا بالتبعيه تعمل ايه يا فندم؟ بتبدا حضرتك تجهز سيستم يقدر ان هو يسكيور ويديتكت لو في اي ثريتس في حاله ان الجهاز ده كونكتد عليه. يعني انا جيت اكونكت موبايلي بالنتورك عندك، فهو بيراقب القصه دي وقادر ان هو ايه يقول لا تكير ده في اتاك او في حاجه جايه من الديفايس الاند بوينت ده. وطبعا اخيرا وليس اخيرا الفي بي ان، يمكن في بي ان هي من اشهر الحاجات اللي هي فيرتشوال برايفت نتورك، وهي تعتبر هي الاشهر على الاطلاق، وهي طبعا برايفت نتورك بتكون داخل الببليك نتورك، بتنيبل اليوزرز ان هم يسندوا ويسيف داتا اكروس شيرد اور ببليك نتوركس، وطبعا بيكون ليها البرايفت تانل بتاعتها، ويكون طبقا للبروتوكول اللي انت مستخدمه عشان تنفذ الفي بي ان، لكن هتطور دايما الموست سكيورز. وبالفعل بدات معظم الشركات والمؤسسات تنقل ترتيب شغال الفي بي ان عشان الهاي كوست للنتورك. دول حضرتك. وليس اخيرا، يعني اخيرا ليس اخيرا كمان، دول حضرتك ان في الفتره اللي جايه او الديبيتس اللي جايه بننتظر وجود اي او تي ديفايسز كتير جدا. هنتكلم في ناحيه الحين كان في الاندستريال فور للسمارت سيتيز وخلافه، فحضرتك الاي او تي ديفايسز اللي بدات تكون موجوده وبكثره واحتياجنا وشغفها ليها، ده بيزود الامباكت للسكيورتي، بيزود الليك للابروتش سكيورتي كنترولز. والاي او تي سكيورتي لازم يكون ليها يونيك سكيورتي كونسيدريشنز، لان انا بتكلم عن داتا سنتر ريلايز دي هيومن سنتري، فالموضوع بدا ياخد شكل او ويف
لازم نكون اوير بيه. طبعا زياده الاجهزه دي بالتبعيه بيبدا ان هو يزود الاتاك سيرفيسز الموجوده اكروس انتاير سيستمز. طبعا بس سواء بقى كانت نتورك انترفيس، كانت اي او تي ابلكيشنز، كانت اي او تي بلاتفورم، كانت شيرد ريسورسز موجوده على الكلاود. والسترونج اي او تي سكيورتي ده يقدر ان هو يتفادى فكره الزيرو تراست وديفنس الابروش الخاص بالسكيورتي. في مؤسسه اللي هي نست واذر اورجانيزيشن ايجنتس اراوند ذا جلوبال have contributed security guidelines and best practices for manufacturers and users. While security is a critical component of an IoT security posture, it alone cannot ensure a secure IoT solutions. لازم برضه حضرتك still لسه في results ان احنا لسه عندنا risk في management والapproach للpoint دي و still في use cases خاصة بالنقطة دي. وكمان ال 5G جت تنهانس التكنولوجي الخاصة بالسكيورتي، ويمكن اتناقشنا قبل كده في 5G واتناقشنا قبل كده، عشان كده الحتة دي انا ما هستفدش قوي فيها، ان احنا already we debate about it before. اتناقشنا في ال 5G واتناقشنا هي ازاي اتوجدت ونظام السلايسنج والسكيورتي اللي هي قادرة اوفر ليها، وان السيستم دلوقتي قادرة تدعم السكيورتي سواء ك 5G او اي اس تدعم الكونكشن، سواء ك 5G او ك واي فاي 6 او تدعم السكيورتي برنسبل دي، وال 5G قادره ان هي تسرع البوينت دي اكتر. وحضرتك بنتكلم ان الجيت واي كمان بدات تبروفايد اي او تي سيستمز، عايز تبروفايد السكيورتي كنترول اي او تي سيستمز عن طريق ان هي تبلوك الانومينال بيهيفير لجهاز معين، تبلوك النون بيرميشنز، تديتكت او تبلوك ديفايسز تشتبه ان هي بوتنت، تديتكت او تبلوك ليتر بروباجيشن مالوير ما بين الاجهزه اللي هي لاير 2 وما بين الفي لاينز، تديتكت برضه وتبلوك اكسس لماليشيس ويب سايت، نرجع سوري انا اسف على القطاع عشان بس حصل انقطاع كده مره واحده في المايك. malicious websites and IP addresses detect برضه to block the WAN to device، وكمان تقدر انها تتعامل مع الديدوس اتاكس. اوفر اول ان كمان 5G، يمكن اتناقشنا برضه قبل كده في النقطه دي، ان 5G حضرتك بنظام السلايسنج قادره ان هي تدعم لي كيو اس والاس ال اي ريكويرمنتس، ونظام السلايسنج ان هي بتديك الخدمات على قد احتياجاتك لاقصى لاقل، وبتتعامل مع فكره السلايسنج اتناقشنا فيها، ودي لازم هنرجع لها المحاضره اتناقشنا فيها في 5G، ونرجع تاني افتكر السلايسنج وايه دوره، بس انا لازم اذكرك فيها سريعا هنا اهو. وطبعا السلايسنج هيقدر كمان يدعم الكلاود نيتف تكنولوجيز والنتورك اوتوميشن، وان هو يقدر يمبلمنت كمان فيزيكال سيبريتد سلايسنج كان بروفايد فردر نتورك سيجمنتيشن وبرايفت نتورك، نقدر احنا نعمل لها لايسنس على 5G سبيكترم. في ريكومنديشنز فور سكيورنج اي او تي ان احنا نبدا نستخدم سكيورتي اي او تي ديفايسز، ما دو نوت اسيوم تراست، ما تثقش في اي حاجه، لازم الديفايس دي تكون تجمع لستاندرز معينه اوريدي موجوده لكن ستيل هي لسه النهايه. لازم نبدا نستخدم ال 5G عشان نقدر نبروفايد سكيور اي او تي كيسز، نقدر ان احنا نابجريد اكتر في النقطه دي او نتيجيت اكتر في النقطه دي. لازم برضو يبدا يبقى عندنا نظام الزيرو تراست اركتكتشرز اللي يتبع الستاندرز زي الدي تي ال والتي ال اس والتي ال اس 1.3، وتك ان انت برضو لازم يبدا يكون في نتورك بيست سكيورتي كنترول عشان خاطر يتعامل مع فكره البوتنتس والديدوس اتاكس اللي اتناقشنا فيها قبل كده. كمان لازم تستخدم IoT devices بتقدر انها تدعم الواي فاي 6 وال 5G، وكمان حاجة لازم نبدأ نتعامل مع فكرة النتورك سلايسنج عشان نبروفايد نتورك للفيوتشر ايزوليشن، كمان الكلاود سكيورتي والسكيورتي مانجمنت سوليوشنز عشان نقدر ننهانس الفيزابيلتي الخاصة بالثريتس لاند سكيب. واخيرا بس اخيرا لازم كمان نبدأ نبروفايد امباكت اناليسيز عشان خاطر نديتكت لو في اي انومينال ديتكشن حصل، وكمان لازم نبدأ نتعامل مع
الانتربرايز والسيرفيس بروفايدرز والكلاود بروفايدرز اللي بتريكواير كلير ديفايند سكيورتي رولز وريسبونسبيلتي. ده كان اخر حاجه عايزين نتكلم فيها في المحاضره دي. المحاضرات الجايه هي مش تقيله ولكن فيها تفاصيل كتير. انا حابب بس في الجزء الثاني ما نطولش قوي ويكون الجزء الثاني ظريف كده وخفيف. ونتقابل ان شاء الله في المحاضره القادمه. طبعا في فيت كونتاكت معايا على الايميل وبس. سلام.